ثم إن هذا الشر بعد ما خرج وظهر انتشر، اطلع عليه جملة من المشايخ حفظهم الله من طلبة العلم واغتبطوا به جزاهم الله خيرا، وزودوني ببعض الملاحظات وبعض ما يحتاج إلى بيان، وأخذت بها وأودعتها في هذه الطبعة. ومن أخصهم شيخي الجليل الشيخ صالح بن فوزان أثابه الله، هو شيخي، قرأت عليه في عام 1391 هجرية، وصلتي به منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، فهو اطلع على النسخة كاملة وأبدأ عليها بعض الملاحظات والتوجيهات، كنت محتفظا بذلك حتى آن أوان إخراج هذه الطبعة، فلذلك أخرجتها بعد ما أضفت ملاحظات الشيخ وتوثقت منها. هذه ميزة تعتبر، ولذلك فحرصنا الآن على قراءة الشرح مع المتن، قراءة الفوائد مع المتن، يعني بعد المتن، وما يحتاج إلى تعليق أو إضافة، سأتعرض له باختصار إن شاء الله، وما يحتاج منكم إلى استيضاح واستبيان، فلكم أن تستأذنوا وتطلبوا استيضاح الكلمة أو الجملة أو السطر أو الموضوع من أجل أن تتم الفائدة. فهمنا هذا؟